مهم على الفصل 227 مكرر، لانه العقليات تطورت بفضل هذا المناخ بتاع الحريات اللي تعبر الناس فيه انه فما مصيبه اسمها عنف، بفضل الدراسات اللي كشفت ارقام مفزعه، راهو 8 نساء على 10 يتعرضوا الى العنف الجنسي في وسائل النقل العمومي، يعني في الفضاء اللي فيه الامن وفيه البوليسيه وفيه الناس اللي المفروض يكونوا فيه الحرمه الجسديه محترمه اكثر على الاقل من الفضاء الخاص، ولكن عندنا ارقام اليوم مفزعه. فبيقولوا هناك